ناخد بس هذا الاتصال مع الدكتورة منى أمين مستشار برنامج وعي. مساء الخير دكتورة منى. مساء الخير جميعا. مساء الخير على السادة. أهلا بحضرتك، تفضلي. الحقيقة أنا كنت متابعة الحلقة، طبعا هو المسلسل عامل زخم كبير على مشاكل الأسرة والأثر المشكلة بتاعت فاتن أمل حربي على الأطفال، وزي شفنا كل ده. الحقيقة ده حاجة احنا بنقول شابو فعلا للمسلسل. أنا بس كنت عايزة أوضح إن كان في الحقيقة الدكتورة نسرين هي اتكلمت على مراكز الاستضافة، مظبوط، وفي كمان على دور المجلس القومي للمرأة ودور وزارة التضامن. أنا بس كنت عايزة أوضح مراكز استضافة المرأة المعنفة هي الحقيقة المراكز دي بتتبع وزارة التضامن الاجتماعي. تمام. وتم إنشائها عشان تخدم الفئات الأولى بالرعاية اللي هم بيضموا طبعا النساء المعنفات والاطفال اللي هم بيعانوا من هذه المشكله. الحقيقه يعني احنا بنشوف ان الخدمات دي احنا كوزاره هم دي الفئه الاولى بالرعايه اللي احنا بنستهدفها، ضمن طبعا مع مشاكل الفقر والمشكلات الاخرى. تمام. مراكز الاستضافه الحقيقه احنا النهارده كان عندنا واقعه مهمه جدا. الحقيقه كان في سيده وهي ليست مصريه، هي جزائريه. ايوه. والوزارة الحقيقه يعني كانت عندها مشكله ان هي متجوزه واترمت في الشارع هي واولادها، نفس القصه اللي احنا لسه شايفينها. مظبوط. وتم نقلها الى احد مراكز الاستضافه التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي علشان يقوموا بتاهيلها ومساندتها، لان احنا كمان في مراكز حتى السيده الغير مصريه ساعات بتتحط في الوضع ده وبتبقى مش عارفه بقى تتصرف ازاي. الحقيقه المراكز دي يعني احنا شايفين ان هي النهارده الناس لما بتعرف اكتر بتبقى عايزه الخدمه اكتر، يعني تمام. احنا كوزاره معنيين بان احنا نوصل للفئه دي، عندنا رؤيه متكامله للعنف الاسري بشكل عام وليس فقط اللي هو المرتكز على بس المراه، لان زي ما شفنا الاطفال كمان هم بيبقوا ضحايا في هذا الشان. لا اكيد هو الحقيقه. انا بس كنت عايزه اعمل التوضيح ده طبعا، بس ده توضيح بس مهم جدا ان في برضو الخدمات عند وزارة التضامن الاجتماعي، عشان لو حد يحب ان هو يوصل للمراكز دي يتصل او يصل لوزارة التضامن الاجتماعي. انا بشكرك جدا الحقيقة على هذه المداخلة الكريمة دكتورة منى امين مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، لانه كمان الدراما قدمت يمكن لاول مرة كمان حتى المرأة تتابع بانه في اماكن ومراكز، ولو ان عارفة انتم بتشتغلوا ده بيبان كتير في الاعلام، بس الدراما لما بتخلق الرأي العام ده وبتتكلم وشفناها وهي مقيمة هي وأولادها والخدمات اللي بتقدم. فأنا الحقيقة بشكرك أولا على المداخلة وعلى أنه كمان اهتمام الدولة المصرية مش بس بالمرأة المصرية، بأي مرأة كانت موجودة عربية أو موجودة على أرض مصر هي تكرم أيضا هي وأولادها ويتم الاهتمام بيها. ده دور مصر الحقيقة. مصر باب كبير، وطن ليه باب كبير ومفتوح لكل الناس.